متتابعي راديو ام الزول في اللون، مرحبا بكم في هذا العدد الرابع من 5 على 5 البرنامج السياسي اللي يرافقكم في كل مره للحديث على اهم ما يحدث في الساحه السياسيه. اسعد لقائكم في هذا الموسم الرابع كما قلت مع ضيوفي اسماعيل الماس خبير اقتصادي ومناضل سياسي. اهلا بك. مساء الخير. اهلا وسهلا. شكرا على الدعوه. شكرا لك لانك قبلت الدعوه. محمد ديوان وغان مرحبا بك معنا، صحفي محمد ديوان وغان. شكرا، مساء الخير عليكم. مساء الخير. كان من المفروض يكون معنا منذ بدايه الحصه مزيان مريان المنسق الوطني للنقابه الوطنيه لاساتذه التعليم الثانوي والتقني، لكن بما انه راهو في اجتماع مع وزير التربيه، اجتماع في وزاره التربيه ومازال ما كملش، اذا ممكن انه يلتحق بنا اثناء الحصه اللي راهي مباشره على صفحتنا في الفيسبوك واللي راح يتم اعاده بثها كذلك اون بروميير في يوتيوب على 10 تاع الليل. محمد إيوان وغان نبدا معك، كيفاش تقيم الوضع الحالي اللي تعيشه الجزائر؟ زادت الازمات في الاونه الاخيره من الجانب السياسي الاجتماعي والاقتصادي كذلك. على المستوى السياسي نقدر نقولوا سي لو ستاتيكو، يعني استمرار السلطه في ورقه الطريق تاعها واستمرار البراد فار مع الحراك الشعبي. ما كاش الحراك رغم توقف المسيرات ورغم الاعتقالات الاخيره مازال متمسك الموقف تاعو، ما شفناش عكس المراحل السابقه وين كان في كل مره السلطه كانت توجد كانت الاتيري كانت تستقطب جناح معين او اطراف معينه داخل الحراك باش يمشوا معها سواء في الحوار ولا في الانتخابات الاخيره، ولكن لحد الان هذه المره شفنا هذا لا ديستانس ما بين السلطه والحراك الشعبي مازالت نفسها، مازال متواصله. على الصعيد الاجتماعي بار كونتر والاقتصادي هذا ماهوش في يد الحكومه ولا في يد الحراك الشعبي، كاين واقع الوضع الاقتصادي الجزائري راه غير يدهور، راه غير يهبط، القدره الشرائيه للمواطنين راهي غير تتكس، راهي غير المواطن راه غير يشعر بهذه الازمه، زائد الكوارث الطبيعيه الحرائق وزائد الوباء اللي خلى المواطنين بزاف دي بون اونتي تاع المجتمع اللي راهم الان في بطاله، راهم فقدوا مناصب عملهم، فقدوا مصادر الرزق تاعهم الى اخره. هذا وضع الحكومه ماهيش مستعده، ما عندهاش ادوات استباقيه اللي تخليها تتنبأ بمثل هذه الاوضاع وتوفر الحلول ولا ترافق المواطنين في هذا الشيء. هذا ربما هذا اللي خلى السلطه ما تقدرش تسترجع الثقه تاع المواطن وما تقدرش تواجه الحراك الشعبي على هذا المستوى، ما عدا ادوات القمع ما عندهاش ادوات اخرى تقدر تقنع بها المواطن وانها تجيبه، يعني يصرى هذاك لو باسكولمون وين نقدروا نقولوا بلي خلاص سيفيني صفحه الحراك الشعبي اللي تورني ولا الوضع مازالو كما هو سي ستاتيكو. اسماعيل الماس، كما قلت الدخول الاجتماعي هذه المره يجي في عز يعني عده ازمات تعيشها البلاد، كيفاش انت تبعت خاصة الأشهر الأخيرة ولا الشهر الأخير شهر أوت اللي كان يعني صعب على الجزائريين؟ شكرا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أزول في الأول. والله في الحقيقة رانا نشوفوا بأن الدخول الاجتماعي يكون صعب كثير، لأن الأزمات اللي عرفناها منذ سنتين مازال رانا عايشينها، الأزمة الصحية والأزمة الاقتصادية والأزمة الأمنية والأزمة السياسية والأزمة الاجتماعية، هذه الأزمات كل رانا يعني رانا نشوفوا بأن منذ سنتين أو أكثر وحنا رانا نتعايشوا معها، يعني مازلنا عايشين فيها، وبالتالي الخطر في كل هذا هو غياب الحلول من طرف الحكومة. يعني شفنا بأن رغم هذه السنتين، رغم هذه المدة كلها اللي كان من المفروض أن الحكومة تكون عندها وقت باش تتأقلم مع هذه الأزمات وتحاول أن تمتص هذه الأزمات وترافق الشعب في يعني باش تخفف على المواطنين هذه الأزمات وتأثير هذه الأزمات عليه، ولكن شفنا اليوم بأن لا جديد من جانب السلطة في حل هذه الأزمات. نشوفوا في من جانب سياسي ما كان حتى تحرك سياسي للسلطة، حنا رانا نشوفوا بأن السلطة تعتمد على الكل أمني
على كما قال الأخ، على هناك يعني تدخلات أمنية، هناك قمع، هناك سجون، هناك استعمال استغلال واستعمال الجانب القضائي. هذه الأمور كل من أجل الضغط على عناصر الحراك وعلى المواطنين. ما حتى خارج الحراك هناك مواطنين ليخرجوا من أجل أزمة الماء مثلا، من أجل أزمة العمل، من أجل هذه الأمور. دونك ممكن خارج الحراك، ولكن حتى هاد الناس هادو، هاد المواطنين هم استقبلوهم بالقمع. وكذلك يعني نشوفوا بان نساو شيء، بان هاد الازمه الصحيه كذلك راهي اثرت كثير على العائلات. حنا رانا في منظومه خطيره، منظومه صعبه. لماذا؟ لان في الخارج هكذا شكلا راهم يقولوا بان المنظومه الصحيه راهي باطل، مجانا، مجانيه، يعني الطب مجاني. ولكن في الحقيقه ماهوش مجاني. لماذا؟ لان لما تقسنا وكل بالكورونا هذا في العائله راكي 4 ولا 5 مرضى، كي تروحي ديري لا راديو، ديري لا راديو بزوج ملايين، ايه لاكازو غترد لك غير 90,000، يعني 900 دينار فقط. لما تروحي ديري لي زاناليز ما يرجعوا لك والو. لما تروحي ديري البي سي ار 9,000 دينار ما كان والو. كي تضربي هاد الارقام في 3 ولا 4 في العائله، هي كارثه كبيره. ومنين يعيشوا هاد الناس هادو؟ وبالتالي فنسينا هذا الجانب كذلك، التاثير المالي او الاقتصادي من الجانب الصحي يعني على المواطن. وزيد اضافه الى 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 كل هذا، يعني في هاد السنتين هادو فقدنا آلاف تاع مناصب شغل، ماشي آلاف، مئات الآلاف، وأنا مسؤول على كلامي، مئات الآلاف من مناصب شغل. هذا يعني بأن هناك مئات الآلاف تاع العائلات ممكن راهم بدون دخل. وهذا هذه غلطة كبيرة من الحكومة. لماذا؟ لأن قلنا في أول الأمر لما كانت الأزمة الصحية، قلنا لازم برنامج لمرافقة المؤسسات لحماية مناصب الشغل. الحكومة راهي اقترحت مخطط، رانا في عامين، رانا تكلمنا عامين من قبل، ولكن اليوم كاين مخطط للحكومة. لا. مخطط يتكلم على استرجاع الأموال المنهوبة، يتكلم على الاقتصاد الموازي كذلك، وعلى تشجيع الاستثمار الخاص. أليس هذا يعني حل للوضع الحالي؟ لا، راكي تكلمي على نقاط اللي عرفناها منذ سنوات وسنوات. كل حكومه تجي تتكلم على هذه النقاط، تقول لك يلزم الاستثمار، يلزم تشجيع الاستثمار، يلزم اصلاح في الاداري، يلزم اصلاح بنكي، يلزم نروحوا الى تحريك القطاعات، الفلاحه، السياحه الى اخره، يلزم نحاولوا كيفاش ندخلوا الاقتصاد الموازي في الاطار الرسمي، نحاولوا هذه الامور. ومن بعد كاين جانب جديد اللي جاء بعد فبراير 2019، وهو محاولة استرجاع الأموال المنهوبة. ولكن الأموال المنهوبة رغم الخطة اللي قالوها لنا بلي يعرفوا وين راهي الأموال إلى آخره، ما شفنا حتى أورو ولا دولار ولا دينار دخل. وأما من الجانب الخطة تاع الإنعاش ولا خطة هذه المستعجلة اللي داروها، نعرفوها وما أطرت وما جابت حتى نتيجة. وبالتالي فعلى المسؤولين أن يشوفوا أين الخلل. نعم. تحبي هذا السؤال انت، ولكن هذا هو سؤال. نعم يعني نعم، اين الخلل يعني؟ على بالك واش يقول لك اينشتاين؟ كاين اللي يقول انه المشكل سياسي مثلا. لا لا لا، اينشتاين واش يقول لك؟ يقول لك لا فولي سي كوا سي دو فير لا ميم شوز اي تساتوندغ دي ريزولتا ديفيرون. يعني هذه الحكومات يديروا نفس الشيء وعلى بالهم لي ريزولتا من قبل، على بالهم واش كاين واش صرا من قبل واش راح يصرا، ولكن يعمدوا يديروا نفس الشيء. الوغ كو كيما قلتي المشكل فهو سياسي. نعم المشكل فهو سياسي. اليوم مشكل ثقه، الثقه هذه منين تجي؟ من شرعيه، شرعيه منين تجي؟ من سياسه، من انتخابات شرعيه، من تجنيد الشعب، من الشفافيه، من الديمقراطيه، من تسيير الجزائر مع الجزائريين ماشي بدون جزائريين. هذا هو الامر اللي المنتظر، هو هذا هو اللي طلبناه في الحراك. احنا ما طلبناش حاجه اخرى، قلنا برك لازم تقدرونا وتقيمونا كمواطنين، لازم يكون عندنا حق في اختيار المسؤولين والممثلين تاعنا، باش نرفدوا هذاك البرنامج تاع المسؤولين ونشاركوا في بناء هذه البلاد. ولكن اليوم راكي تشوفين نفس الاخطاء ونفس الاشياء راهي توقع، راهم يتكلموا بنفس اللغه بنفس الاساليب مع نفس الاشخاص الى اخره، وينتظروا بلي يكونوا جواب. كي كانوا عندنا 1000 مليار ما كانش نتائج، اليوم بالازمه الماليه الخانقه اللي رانا فيها هم ينتظروا نتائج. فهذا واش يعني؟ يعني بان كل الكلام هذا
c'est de ramad fil ayn, c'est la poudre aux yeux, c'est pour la consommation médiatique, l'istihlak l'i'lami. Rana arfin bli nata'ij ma kanch wahad dalil, نقول لك دليل وراهو دليل بان ازمه الحرائق الى اخره. الشعب على من يعتمد؟ على نفسه. جوسكا بريزون الاثار تاع هاد الحرائق كنا في تيزي وزو، عائلات ما عندهمش واش ياكلوا واش يلبسوا، تحرق كلش. يا هل ترى الدوله دارت واش داروا؟ قال لك نعطي لكم سك جو سي با كوا. دونك هذا هو الدليل، دليل بان الشعب راهو تاكل غير على نفسه، ماهوش يسمع بهاد الخطابات الجوفاء اللي ما جبت نتائج، خاصه بان ما كانش ميكانيزمات فيها اللي تقول كيفاش راني رايح نجيب لي الاموال، كيفاش راني رايح ندير نشجع الاستهلاك والاستثمار الى اخره، ما كانش ميكانيزمات. نعم هذا هو سؤال محمد ديوان وغان. نعاود نولي معاك، نقعدوا في نفس داك الموضوع. محمد ديوان وغان نفس واش قال اسماعيل الماس، قالوا العديد من المراقبين نفس الوعود نفس المخطط، ولكن لا يوجد تغيير في كل مره. اين هو المشكل؟ وخاصه انه نفس الخطا ثاني اللي هضروا عليه المراقبين، انه ما كاش ميكانيزمات وما كاش الطريقه اللي يعتمد عليها النظام، اللي تعتمد عليها الكيفيه اللي راح تعتمد عليها السلطات لاسترجاع هذه الاموال ولتشجيع الاستثمار الى اخره. لان تو سامبلومون لوجيسيال تاعنا ولوجيسيال تاع السلطه ماهوش واحد. حنا اللوجيسيال تاعنا كما يتكلم الاستاذ الالماس، نحوسوا على قدره شرائيه، نحوسوا على التنميه الاقتصاديه، نحوسوا قبل كنا نتكلموا على ان تو بيتي بي اللي قد ولايه دالجير سنغافور 400 مليار دولار في العام، وحنا 4 ملايير. وزير التجاره ويفرح فرحان بها، قال لك رانا صدروا 4 مليار دولار اون بليس، يفو فيريفي اذا كان الرقم صحيح ولا ماشي صحيح. هما اللوجيسيال تاعهم ماهوش هذا هو، هما اللوجيسيال تاعهم سي كيف سي لا كريز دو بوفوار. لما السلطه يكون عندها ازمه في التشكيله البشريه تاعها، يبقاو يدوروا يحوسوا على حلول كيفاش ينحيوا جماعه، يجيبوا جماعه واحد اخرين. مي بالنسبه للوضع الاقتصادي والوضع السياسي الى اخره، بالنسبه لهم هما الوضع راهو عادي جدا. المشكل الوحيد هو انه في اشخاص كانوا يسيروا سرقوا ولا ما سرقوش ولا ما تفهموش معاهم على توزيع الريع وتوزيع السلطه الى اخره. الفالي نحيوهم، الفالي صاروا دي ريغلمون دو كونت، صاروا مشاكل كبار، دخلوا في ازمه تاع سلطه كبيره. لازم هذوك جماعه كامل لو كلون هذا كامل لازم يروحوا يجيبوا كلون واحد اخر يحكم. المشكله اليوم اللي وقع فيها تبون انه تاخر بزاف. لي زيليكسيون بريزيدونسيال سي لو 12/12/2019، اليوم رانا في فان 2021، يعني تقريب فتنا نص العهده، فوتناها تقريبا. ماشي في نص العهده اللي يجي يجيب لنا ان بلان دو غوفرنمون، مخطط عام الحكومه، يجيبوا نهار ولا رئيس، باسكو هذا الوزير الاول هذا راه يطبق مخطط عامل، المخطط عامل تاعو راه يطبق في برنامج سوا ديزون برنامج الرئيس. بكري كي كانت الحكومه عندها برنامج تاعها، اوكي كل ما تروح حكومه تجي حكومه تجيب برنامجها، مي هذا برنامج الرئيس سوا ديزون. دونك دوزون اي دمي اللي فاتوا من العهده تاع تبون براتيكمون ابلون. الان ابري دوزون اي دمي مازال لي زيليكسيون بريزيدونسيال سي اون 2024، رانا في فان 2021 دون دوزون، باش يجي يدير لنا مخطط عمل. مخطط عمل تاع العهده الثانيه ولا مخطط عمل راح يحققوا في العهده في العامين هذو اللي قادوا له، والوعود اللي جات في مخطط عمل تاع حكومه بن عبد الرحمن سي دي بروميس تاع 50 طون تاع لون تيرم، ماهوش دي بروميس تاع دي ديسيزيون. ما عطاناش قرارات ولا اجراءات راح يديرهم وافيك ان بلانينغ، قال دو تيل داتا تيل دات فوالا واش راح نديرو، فوالا واش راح نحققو، فوالا المبلغ المالي مثلا لونفلوب فينونسيير اللي لازم لنا باش نديرو هذه، فوالا واش راح ندخلو، شحال راح نصرفو، واش راح باسكو هذه كامل حسابات. بون بلان دو غوفرنمون سي سا سي تكنيك، سي لازم تعطينا ان بلان ديتايي، واش راك رايح دير، واش رايح تدخل، واش رايح تصرف الى اخره. هذا الشيء كامل ما كاشو. دونك سي تا بروغرام فيلوزوفي. وعود الجانب اللي ما كاشو في هذا المخطط محمد ايوانوغان هو الجانب السياسي، يعني في مخطط الحكومه ما كاش كلام على الجانب السياسي. لماذا؟ ما عندهمش ازمه سياسيه بالنسبه لهم، هما داروا انتخابات رئاسيه، داروا الدستور، داروا التشريعات، والان راح يروحوا للانتخابات المحليه. دونك بالنسبه لهم الوضع راهو عادي جدا سياسيا بالنسبه للسلطه. اما كل ما يتعلق بالحوار، ندوه وطنيه، المرحله الانتقاليه الى اخره، هذه هي الملفات السياسيه. هذه بالنسبه لهم قالوها، قال لك في الدستور اي معارضه، اي واحد
يطالب بتغيير نظام خارج إطار هذه الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى آخره، يعتبر عمل إرهابي. دونك هذه الأمور فرات بالنسبة لهم. الجانب السياسي الموجود في مخطط عمل الحكومة هو قانون الإعلام، قانون الأحزاب، رايحين يعدلوهم باش يزيدوا بور فيريون كوربور دافونتاج الساحة السياسية والساحة الإعلامية. هما يتكلموا يقول لك بالنسبة لهم الغلق هذا هو حرية التعبير بالنسبة لهم. بصح لك المشكل الكبير انه عندنا دو لوجيسيال ديفيرون. السلطه راهي تمشي في اهداف، عندها اهداف، عندها ورقه طريق، والشعب عنده طموحات وعنده اهداف واحده اخرى ثانيه. لهال صعب جدا باش تتلقى يعني هذه الاهداف هذه. لا وجود للجانب السياسي ولا للحوار ولا كل من هذه المواضيع في مخطط الحكومه. لا كما قال الأخ محمد، هما راهم يتمشوا في خطة الطريق تسطرت في 2019 لا سيما مع قائد الأركان السابق. ف ونولي الكلام اللي قالوا سي بري اون بارل دو لوجيسيال، انا لامبريسيون سي ان لوجيسيال، يعني لوجيسيال تاعهم وتاعنا ماشي كيف كيف، اي المفاهيم تاعهم والمفاهيم تاعنا ماشي كيف كيف. هذا هو اللي هما راهم في طريق، في خطة الطريق من أجل إعادة تنظيم النظام، وما هذا هو السياسة. لكن هل النظام راهو يتنظم يعني راهو في إعادة تنظيم ولا داخل في أزمة يعني؟ نعطيك دليل. شوف الانتخابات تاع 12 يقول لك درنا انتخابات رئاسية، واش جابوا؟ جابوا الوجوه تاع النظام، وعندك القطب يساند فلان، قطب الاخر من النظام يساند فلان، ومن بعد راحوا الانتخابات وخرجوا القطب الاقوى، جابوا فوالا الشعب، والاخرين كل واحد وين الشعب ما يهمش. نعطيك دليل ثاني، سي تبون في الانتخابات التشريعيه قال لك انا ما يهمنيش النتائج، نسبه المشاركه، الوغ كو نجاح اي مشروع انتخابي مبني على مدى تجنيد الشعب حول هذا المشروع. نورمالمون هذا ولا المفهوم هذا. دونك هو ما يهموش. علاش ما يهموش؟ لان الهدف تاعو والهدف تاعنا في عن طريق الانتخابات ماهوش نفسه. الهدف تاعهم هما هو تنظيم بيت النظام. قال فوالا جبنا الرئيس، فوالا درك عندنا البرنامج تاعنا، درك نروحوا درنا الدستور تاعنا، عندنا درك نروحوا المحليات تاعنا باش يبريباريو بريزيدونسيال بالك واحد اخرين الى اخره بالمحليه تاعهم، اي سي بون بيت النظام راه منظم. ومن بعد الشعب، مي الشعب نو كانوا ياخذوا بعين الاعتبار الشعب، وعلاه نخرجوا حنا؟ ما خرجوش حنا، هما الديمقراطيه تاعهم ديمقراطيه بدون شعب، الانتخابات تاعهم الانتخابات بدون شعب، فالمفاهيم تاعهم المفاهيم تاعنا ماهوش. وبالتالي فلما تقول لي ما كانش اجابه، ما كانش اجابات سياسيه في المخطط نتاعو، لا انا نقول كاين راهم يتبعوا المخطط السياسي نتاعهم تاع النظام. هو اللي مبني اساسا على الانتخابات وعلى هذه المناصب هذو. فوالا احمد قايد صالح يعني راهم يتبعوا في المخطط فقط، هذا ما كان. وزيد اضافه الى ذلك يغدوا هذا ايزاليمونت، يغديوا هذا المخطط هذا بالقوانين اللي ذكرها اخونا محمد. قال قانون الانتخابات، قال قانون تاع الاحزاب والاعلام وهذه الامور باش يرافقوا المخطط نتاعهم. قال الاعلام يا جماعه نو خلاص، هذاك الاعلام مفتوح نو غلق، هذه لاشين هذه يهضروا بزاف غلقه، هذيك غلق، يخليوا زوج ولا ثلاثه تاعهم يعطيو لهم شويه درام تاع لانب تاع الاشهار. قال قانون الانتخابات سقموا شويه، هم بداوا يلعبوا لنا يسقموا. قال القانون تاع الاحزاب اون فايسي ندخلوا كالكو احزاب باسكو فرغت الحاله، ندخلوا كالكو احزاب جديده. تسمعي هذه الايامات بالك يخرجوا لنا دو تخوا بارتي جدد تاع الزبائن تاع النظام، خلاص لا بوكلي هذا ما كان. وهذا هو اللي خلانا نخرجوا سينو. بيسكون بارل ديليكسيون محمد ديوان وغان، كيظل كما قلت المرحله الصعبه اللي عاشتها الجزائر من حرائق، من الازمه الصحيه اقتصاديه، اعتقالات كذلك، يعني كانت حمله اعتقالات كبيره في الاونه الاخيره. في ظل كل هذه الازمات نظام الجزائري السلطات اعلنت عن انتخابات محليه في شهر نوفمبر المقبل. هنا توجور مادام كاين دو لوجيسيال ديفيرون اللي راهم يمشيو في البلاد، هروب الى الامام يعني وي. الانتخابات بالنسبه الوزاره حنون قالت هروب الى الامام، واستغربت مام قالت كيفاش في كان السلطه حابه تفشل هذه الانتخابات المحليه. اكيد مادام عندك نظمت انت كل عندك تجارب، ماشي تجربه واحده،
التجارب الانتخابيه كامل نسبه المشاركه كانت سيت اون جيف للسلطه الشعب قطعها. مع ذلك المصريين يزيدوا يروحوا يديروا الانتخابات المحليه. بوركوا؟ تو سامبلومون باش يتخلصوا من الاميار لي سوا ديزون اونتر كيمي تاع العصابات تاع بوتفليقه يجيبوا الامار تاع الجدد بنفس لي زاباري بلا رندي بلا فلان. الان اليوم الاخبار اللي انتشرت اليوم نحاو بادجي الامين العام تاع فلان ايه كوم سي دونك لو بروبليم سي بادجي سي با لا فلان البلاد سي سي فيني لو بارتي يونيك الشعب صافي دو زون هو يطالب يقول لا فلان ديغاج سيتادير لو بارتي يونيك ديغاج سي با لا باري دو فلان. لا فلان يقدر يعيش لو كان يكون تعدد سياسي بوركوا با سي تان فلان سي تان بارتي كوم لي زوتر ينافس يا خويا قدر يحافظ على بلاصتو في الساحه السياسيه الله يسهل عليه. مي البروبليم هما نو هما لازم يدوروا يعاودوا يديروا انتخابات بنسبه مشاركه 4% ومن بعد يخرجوا لنا لا فلان ماجوريتير. تشوف في عام كامل حرب داخل فلان سي با ما كانش حزب في العالم يعيش حرب تاع ليدرشيب بوندون دو زون ويربح الانتخابات. سا باس غير في الجزائر يربح الانتخابات نحي ان كلون يجي ان كلون يحكم لاباري دو فلان. بوركوا؟ باسكو سي لو سيستيم دو بارتي يونيك هذا هو. دونك نحي غير البروبليم غير في الاخر غير في المناصب غير شكون الكلون اللي يحكم شكون الكلون اللي راه. انت تكلمت على احزاب الموالاه ولا الاحزاب المحسوبه على النظام، ولكن يعني كاين بدايه جدل ونقاش كذلك خاصه في مواقع التواصل الاجتماعي على الاحزاب المحسوبه على التيار الديمقراطي حول مشاركتها ام لا في المحليات المقبله. سي صح هنا سي لو دوزيام لوجيسيال دونك لو لوجيسيال تاع لوبوزيسيون ولا لوجيسيال تاع الشعب ولا تاع الحراك نسميوه كيما نحبوا. الانتخابات المحليه سي مادنو سي ان بياج بون اوكي. السلطه نظمت الانتخابات الرئاسيه تقطعها ولا ما تقطعهاش هما يخرجوا البريزيدون تاعهم تو نا با لو شوا. الدستور هو الدستور تاعهم فايت تفوطي ولا ما تفوطيش هو فايت. لي زيليكسيون ليجيسلاتيف في كل حالات عندهم اون ماجوريتي بارلمونتير يديروها في المعارضه تبقى مجرد سيت اون كوفرتور ليهم سيت ان اليبي داخل لا بي ان الى اخره. في لي زيليكسيون لوكال سي ان بو ديفيرون. هنا الحراك لازم يناقش الموضوع لان اذا كان الحراك ينافي اوكين شونس في الانتخابات الرئاسيه عكس باسكو بزاف الناس اللي طرحوا اسئله يقولوا علاش الحراك ما شاركش في الانتخابات الرئاسيه. اوكين شونس باش الحراك ولا اي واحد في الجزائر اوكين ماجوريتي نو بو رومبورتي لي زيليكسيون بريزيدونسيال في الجزائر. كي تخلع الماكسيموم كي ما يلقاوش حل لو كونديدا يدوه للحبس كيما داروا في ليجيبت. البرادعي شافوا بلي بوسيبل بالك يدي لي زيليكسيون ايزون تروفي ان موان كوم لي كارتي لي زيليكسيون هذا هو راني شافي مليح ماشي البرادعي نو سي جو ما رابيل بلي. المهم هذو هما لي ميثود كي تخلاك اللي عندهم بريزيدون بوبولار يقدر يربح الانتخابات يدوه للحبس ولا يلقاو له ان موايان كومون لو نوتراليزي ما يشاركش في الانتخابات. دونك الحراك ان في اوكين شونس دو رومبورتي لي زيليكسيون بريزيدونسيال ان اوكين شونس دونبيشي لا كونستيتيسيون باسكو نتاع لما تلحق نسبه المشاركه في الاستفتاء الدستوري 30% من المفروض لا كونستيتيسيون تتلغى ما لغاوهاش ميم يفوطي واحد يفوطي ان الجيريان يفوطي غير تبو لوحده يجوزوها. دونك تي نا با لي موايان لي زومبيشي دو فار باسي لا كونستيتيسيون تاعهم. Les élections législatives, c'est la même chose. Mais les élections locales, le Hirak, il doit jouer, il doit jouer le jeu. Bon, enfin, du moins, il faut débattre la question. Est-ce que qu'il y a une possibilité ou là, parce que les élections locales, il y a qu'un, on prend le cas de la Kabylie, par exemple, il y a qu'un, nisbet le Mokata'a, les élections locales, il y a qu'un, comme les élections shiriaïa, par exemple, la majorité des APC, ils sont vacants, ils sont vides, après le 27 novembre. Il n'y aura pas d'assemblée. Parce qu'ils votent dans deux ou trois APC, ils votent quelques personnes, le reste me cache le vote, les bureaux fermés. Donc il n'y aura pas d'APC du tout. Est-ce que la population peut supporter 5 ans sans APC? C'est une question à poser. Elle, les partis démocrates ou l'opposition, il faut débattre sérieusement de la question, parce que c'est un piège. Bon, le soldat, il faut que l'intérêt de la rate organisée à BIC ou à BLABIC, اتوا دو تروفي. اذا كان المقاطعه اذا كان راحوا للمقاطعه il doit préparer l'alternative
اذا كان ما عندكش لالتيرناتيف تو دو بارتيسيبي اوز اليكسيون لوكال اسماعيل للماس اكزاكتومون هاد لو ديبا راهو بدا ديجا كان نقاش في التشريعيات والان راهو زاد احتد لانه كاين بزاف اللي يقولوا انه السلطه المحليه مختلفه عن السلطات الاخرى وانه هذا فخ يقدر يؤدي الى يعني محو هذه الاحزاب المعارضه والاحزاب الديمقراطيه. في نفس الوقت يعني ماذا بينا يقولوا لنا ما هي السلطات الحقيقيه لرئيس بلديه؟ يعني درك نقولوا بان كان ما كانش ما يشاركوش جماعه في الفوت تاع المحليات البلديه تكون مغلوقه ولا ما يكونش رئيس بلديه تاع المنتخب تاعهم ولا فاحنا نعرفوا بان رئيس البلديه ما عنده حتى سلطات يعني ما عنده حتى دور حقيقي لا في التنميه لا في المساعده الاجتماعيه اللي في حتى شيء كي قريب تلحق لافان تاع الموندا تاعو يسقم شويه لي تروطوار يدير القدرون وفقط يعني هذا هو الواقع. وفي نفس الوقت احنا جماعه يقول لك ما نستعرفوش بالسلطه وما نعرفوش نستعرفوش بالورقه الطريق هذه ما تشاركش في الرئاسيات ما تشاركش في التشريعيات وتروح تشارك في البلديات يعني شويه كاين ثاني تناقضات في هذه الامر هذه يعني هناك فخ كما قال فخ وفي نفس الوقت كذلك راك تتكلم على موعد من الشهر ونص هل ترى الحراك يقدر يتفاهم ويتشاور ويتنظم نفسه باش يروحوا الى اكزاكتومون كاين اللي اقترح على انه علاش نشطاء من الحراك ما يدخلوش لان في الانتخابات المحليه احنا ما نرفضوش اصلا الانتخابات احنا ما نرفضوش الانتخابات عمرنا ما رفضنا الانتخابات ولكن ما نرفضوش الانتخابات اللي تعرف نتائج مسبقا احنا حبينا نروحوا الى انتخابات شفافه الى انتخابات ديمقراطيه احنا حبينا نروحوا الى انتخابات في مناخ سياسي محترم انت تديني الحبس تغلق عليا لي ميديا التلفازه تغلق عليا الراديو تغلق عليا الجرائد تغلق عليا الاخر وتقول لي روح تشارك وعلاش ما تشارك في الانتخابات يعني هل ترى هذا معقول ماهوش معقول دركا جماعه يقول لك نروحوا نشاركوا في الانتخابات ها هو مغلوق عليهم كلش الاحزاب اللي بقات ديمقراطيه زوج ولا هم عندهم عناصر تاعهم في الحبس في السجون ما همش يجوزوا في القنوات ما همش يجوزوا في الجرائد ما همش من بعد تقول له وعلاش ما تشاركش في الانتخابات المحليه هذا معقول غير معقول فالانتخابات المحليه ماهوش موعد فقط الانتخابات المحليه هي موعد مع المناخ السياسي الملائم ليكون ليسبق هذا الموعد هذا انا نعلمك بلي رانا على شهر ونص من المواعيد فقط وبالتالي فنظن بان كلام اسكو ما كاينش ريسك في حال ما اذا هاد الاحزاب ما شاركتش يقدروا يكونوا قوانين اللي يلغيوهم فيما بعد يعني ايه ومن بعد يعني اذا السلطه تروح الى الغاء هاد الاحزاب يعني هاد السلطه ما تامنش بالاحزاب وما تامنش بسياسه الاحزاب وما تامنش بحريه التعبير وما تامنش بالحريه بالديمقراطيه اصلا وبالتالي هذيك الورقه تاع لاغريمون يكون ولا ما يكونش فهي ورقه فقط رانا نشوفوا اسمو تاعنا تاع الباكس اللي داوها في السجن فتحي غراس الله يذكره بالخير هو رئيس تاع حزب معتمد ويعمل في اطار القانون ها في السجن يعني واش الام دي اس سابقا الام دي اس يعني كيما صرا له يسرى ولا رؤساء الاحزاب الاخرين يعني دونك هذا ما يمنعش لا ما يمنعش باش وبالتالي فنظن بان الناس كل فهمت بان تشاركي في الانتخابات المحليه ولا انتخابات اخرى من تنظيم هذا النظام في غياب المناخ السياسي الملائم في غياب ارضيه توافقيه مع النظام نظن بان لي انا راهو خطا في الوقت الحالي اذا السلطه تفتح باب الحوار باب النقاش باب المفاوضات هنا تتغير الامور هنا نروحوا الى مفاوضات من اجل وضع مخطط تاريخ جديد من اجل بناء مؤسسات شرعيه هنا هذا المخطط يرافق الظروف السياسيه الملائمه والظروف والشروط اللازمه من اجل الشفافيه تاع الصندوق تما تقولي لي علاش ما نشاركوش نقول لك هنا لا هنا خطا ولكن في ظل في الوقت الحالي بالك ممكن حتى رؤساء البلديات الاسماء راهم واجدين دونك ما عاد حتى معنى محمد ايوان وغان يعني السلطات الجزائريه والنظام اللي ما فتحش حوار في المواعيد السابقه المواعيد الانتخابيه السابقه كيفاش راح يفتح الحوار الان في ظل غياب مسيرات الحراك وضغط الشارع كذلك فبا ساتوندر يفتح سالونج با باش يفتح لك بالكونترير بعد الانتخابات اللي كان يفتح بها ربما بعد الانتخابات ما تكونش مواعيد انتخابيه حاليا امبوسيبل مي لونجو انه اولا
التزوير في الانتخابات الشرعيه الرئاسيه الى اخره والمحليات ماشي كيف كيف ماهوش ما سي با التزوير صعب في الانتخابات لا المحليه لا الانتخابات المحليه النتائج راح تصرى على مستوى البلديه ماهيش وطنيه ماهيش ولائيه على مستوى كل بلديه دونك باش يزور لك في 1400 بلديه سي با مش قلت ما يزورش ولكن ماهيش سهله كما تزور الانتخابات الشرعيه ولا تزور الانتخابات الرئاسيه ثاني دقيقه برك شي على مستوى الوطني التزوير يبدا في المحلي دونك سي لا مي على مستوى البلدي وي نو مي مش قلت ما يزورش مي تكنيكمون بارلون الحراك يقدر يفرض روحه على مستوى البلدي يقدر علاش مثلا في الانتخابات الشرعيه سيتي فاسيل باش كاع لي ميليتون دو حراك اي كومبري بورتون يا اخي الحراك كان ضد الشرعيات وكاين جناح في الحراك مشى مع الشرعيات والناس خونوهم الى اخره فينالمون قصاوهم كامل ما خلاهمش يترشحوا كاع اللي شموا فيه الريحه تاع الحراك قصاوهم من الانتخابات الشرعيه سي سكي سي باسي مي على المستوى البلديات سي ديفيسيل شحال راح تقصي باسكو سي 1400 زابيسي كامل 1500 زابيسي 1500 زابيسي في كل بلديه اون مويان دو 30 ايلو 30 كانديدا بار ليست الكتورال ملتيبلي بار 1500 شحال راح تقصي باش تفرغ القوائم الانتخابيه من الحراكيين سي ديفيسيل صرا براتيكمون امبوسيبل كيفاش يتعامل الحراك مع هذا سي سان ما على باليش كيفاش راح يتطور الحراك في المرحله المقبله جو سي با كيفاش راح يكون التطور يبقى المشكل الاكبر تاع الانتخابات المحليه هذا اللي لازم نهضروا عليه هو كما قلت لك منطقه القبائل لان منطقه القبائل اون ريسك اللي كان بالانتخابات بالنتيجه اللي صارت في الشرعيات اونورا دي زابيسي مغلوقين لورا با دو بريزيدون دابيسي كي نشوفوا الدور تاع المنتخبين المحليين تاع منطقه القبائل في طيله الحراك الشعبي ماشي كيف كيف مع المنتخبين تاع لافعلان ولا تاع لانزي في ولايات اخرى كاسكي فيك لاكابيلي اريزيستي جوسكا مانتونون الحراك قاعد غير في لاكابيلي سي باسكو لي زيلو اونت اكومباني هذا الحراك مي اير aucun élu, aucun politique n'aura m'accompagne هذا الحراك مع هذا المواطنين والحراكيين والنشطاء تاع الحراك مي لو ريست تاع الاحزاب لو ريست تاع المنتخبين لو ريست تاع المسؤولين واحد ما يرافق الا في منطقه القبائل دونك بريفي الاخر لا بوبولاسيون دي زيلو تاع الحراك امون افي سي اون ايرور Maintenant, quels sont les alliés? Est-ce que Yinja ou la Munja, le Harak, le Kani Sharik, ça je ne peux pas répondre sur place. Mais en tout cas, pour la Kabylie, ce sera très très difficile pour de supporter. On va aller vers l'absence d'assemblée. L'absence d'assemblée, ce sera difficile pour les citoyens de la supporter pendant 5 ans. On a qu'une تجربة. On a qu'une expérience. On a qu'une expérience. في مرحلة 2001 قبل ما يديروا الانتخابات الجزئية علاش يزون في علاش داروا الانتخابات الجزئية باسكو بوكو سيتي براتيكمون خلاص انتونابل لا سيتياسيون ولات انتونابل يا با ما كاينش تحبي ولا تكرهي هذاك هاد المجالس المحليه مجالس منتخبه شرعيا ماشي منتخبه شرعيا كي تكون عندك لاسامبلي مغلوقه بوندون 5 اون سي ان درام تولي لا سيتياسيون ايكونوميك سوسيال تولي انتونابل بما اننا تكلمنا على الحراك محمد ايوانوغان كانت قبل اسبوع مسيره في مدينه خراطه مسيره الحراك ليوم السبت ومراها يعني صراو اعتقالات في المنطقه ان راسومبلمون تجمع يعني تضامن تجمع من اجل التضامن مع المعتقلين تاع تلك المسيره ولكن تم قمع ذلك التجمع وتم منع مسيره السبت الفارط يعني قبل امس سي كلير النظام حب يقمع دون لاف كيما يقولوا اي محاوله تاع عوده الحراك الشعبي مره اخرى مي الشيء اللي يخلي الحراك شاك فوا داكتواليتي اللي يقدر يرجع تو مومون سي لا كريز ايكونوميك سي لا كريز سوسيال الى اخره يعني الوضع ما تغير والو رانا رانا دو بليس اون بليس صغر في تدهور النظام عاجز على استرجاع الشرعيه تاعو راحت له ما قدرش يعاود يسترجعها النظام عالج أزمة الشرعية تاعو في لي زاني 90 كي دخلوا دراهم 99 يا وي بوتفليقة فيكسون جيني تاع الاخر يعرف كيفاش يلعب على الدير ناسيونال يعرف كيفاش يخطب الشعب لي زالجيريان كانوا كامل ايباتي علاش بور اون فوا ولا عندهم رئيس يعرف يهضر عاشوا دي زاني ما عندهمش رئيس يعرف يهضر جابوا لهم رئيس يعرف يهضر دونك لا بي دراني الان خلاص الان ما لقاوش لي زوتي كيفاش يعاود هذا النظام يسترجع
هذيك يعني الثقه الشعبيه ولا التعبئه الشعبيه للسياسه تاع السلطه. ما نعطي لهم 20 سنه ما يسترجعوهاش سون حراك سون ريان دي تو. ils vont dissoudre tous les partis politiques, ils دخلوا كاع دخلوا دي ميليون الحبس, ils n'auront pas la légitimité populaire, c'est fini. جامي هذا النظام عاش, لان الانظمه الشموليه تعيش بالتعبئه الشعبيه, لازم لهم مسيره عفويه, لازم لهم لي دي فيستيفال, لازم لهم لي كارنفال الى اخره, لازم لهم توجور ينظموا لي ديفيلي هكذا عشان لي زانيا خير داسيل الماس. انا كنت صغير توجور لازم لي ديفيلي, ثوره الزراعيه, ثوره الفلاحيه, غير ثورات, ثوره ثقافيه, الميثاق الوطني, توجور توجور كاين تجمعات. هادو هادو الان امبوسيبل, ما عندهمش لي مويان دو فير تو سا, اي نورون با سا دون 30 ans, اي نورون با سا, سي فيني. هذا هو الواقع اللي وصل ليه, والنظام ما حبش يواجه هذا الواقع هذا. امون افي فيني را بار نيغوسي مع الحراك, سا سي اون ايفيدونس. من لا عامين ولا جو سي با اي فون تونير لا سيتياسيون هادي فا دوري كومبيان دو طون, مي اي فيني را بار نيغوسي مع الحراك. دو طون بليس كو الحراك ماتنو او نيفو انترناسيونال اللي اغري الحراك. اسماعيل الالماس, انت يعني كعضو في المجتمع المدني الجزائري محسوب على الحراك كذلك, كاين يعني بزاف ناس عاتبوا المجتمع المدني المحسوب على الحراك وقال انه يعني الشهر الاخير في ظل غياب المسيرات كان هناك صمت, ان سيلونس دو فوتر بار. دابور لا كيستيون اللي قلتي على الانتخابات على مستوى منطقه القبائل, je pense que الجواب يكون à la carte, على الجواب يجي من المناطق elles-mêmes, c'est-à-dire c'est les habitants تاع الشور وتاع les communes هما اللي قرروا بهذا الامر هذا. ممكن اذا يشوفوا الامر يعني بان وجود رئيس بلديه شيء مهم من اجل تسيير البلديه الى اخره, عليهم هما المناطق هادو يخيروا واحد منهم ويعتمدوه باش يروحوا للانتخابات. دونك الجواب يكون في المنطقه هذاك. اوكي كل منطقه وخصوصيه نتاعها. فوالا انا لي انا ما نشوفش الحراك يعني هذه الانتخابات فهي نقطه ما عندها حتى معنى لينا. حنا رانا نشوفوا حنا المشروع تاع الانتخابات, مشروع تاع الحراك مشروع كبير ماهوش مرتبط بانتخابات. اين هو مشروع الحراك اليوم في ظل غياب المسيرات؟ تم تعليقها, قمعها في مناطق, كل منطقه كيفاش؟ والمجتمع المدني اللي ما سمعناهش كذلك. شوفي في المودوت هذا كاين اللي يقول لك الناس الحراك او سكت وجماعه سكتت بون. نذكرك بان جوي اوت جات مرحله وين المرض الكورونا كان في اشد يعني ضرب كل عائله, ضربنا وكل حتى انا كنت مريض يعني في جوي وكل شهر وكل مرضنا. وفي نفس الوقت هذا كذلك لازم الحراك الناس تفهم بان الحراك لازم ان يتاقلم مع الوضعيه الجديده, الوضعيه السياسيه الجديده في الجزائر. الاستراتيجيات ما كاش لي استراتيجي نو سون با فيجي, هي سون ايفولوتيف, استادير كو كنا بمخطط كنا نستعملوا بعض الوسائل من اجل الضغط على السلطه من بينها المسيرات الى اخره. شفنا بان هناك قمع كبير والسجن الى اخره, ما نقدروش نروحوا باش يديونا. واش قلنا دركا لازم اون ريكول ان بو بور ميو افونسي, نخمم نفكر في بيان سور لازم تاقلموا مع الواقع. On doit s'adapter avec la réalité d'aujourd'hui. Donc, il faut réfléchir. On peut pas avancer avec d'accord. Donc, on doit adapter notre stratégie jadida min ajl ta'qlum ma'a al-waqt al-wada' al-hali wa bitali fa nadhun bi anna fi ba'd al-ahyan mliḥ sukut mliḥ on se calme un peu et on réfléchit chaab ou khammam ou yfekker ou kima qal si Mohamed قال احنا يعني في الحقيقه ما عندناش مجهودات كبيره نديروها. السلطه هي تقوم بالواجب, هي اللي يتغدي هذا الحراك وهي اللي يتغدي هذه الثوره. كاين اللي يقول لك الحراك حبس. اولا الحراك ماهوش مسيرات, الحراك فهي ثوره والمسيرات فهي احد الوسائل اللي نستعملوها في هذه الثورات هذه. وثانيا اذا تقول لي بلي الحراك حبس, هذا يعني بان الشعب راضي بالوضع وضعيته الحاليه, يعني راضي بالجانب الاجتماعي والجانب السياسي والجانب الثقافي والجانب الاقتصادي, راهو مرتاح. اذا الشعب مرتاح وانا واش ندير؟ لا دونك لازم نفهموا بان الحراك هذا مساله الشعب كامل. قلنا بان لو سوليغو البطل الوحيد في هذه الثوره هذه هو الشعب, وبالتالي فاحنا نقولوا بان ما دام الشعب راهو غضبان من الوضع الحالي فالثوره ما زالت موجوده, المسيرات وقفت
ممكن مؤقتا لان الوضع ما يسمحش، لا الوضع الصحي لا الوضع الامني لا الوضع من الجانب القضائي اكسيتيرا ما يسمحش. ثانيا حنا واش طالبين؟ حنا من بكري ما خرجناش باش نقعدوا نخرجوا نهار كامل، لا حنا ما نخرجوا ولا درنا الثوره باش نروحوا الى ايجاد حلول. ايجاد حلول، فعلى السلطه هذه اللي دات البلاد الكارثه والهاويه ان تفهم بان ما تقدرش تواصل ولازم تفتح حوار مع الشعب. الشعب ما هو جرى؟ هل افهم اسماعيل الماس انه هناك عمل عند النشطاء وعند المجتمع المدني المقابل؟ واش راني ندير هنا؟ راني اليوم راني معك، البارح كنت في المغاربيه، يين سيمان كنت كذلك في المغاربيه، دون دو جور راني مع خالد راني اكسيتيرا، دونك راني في الجرائد، رانا في لي ريزو سوسيو، رانا نعملوا ما ديت لا كونجي لا ما حبسناش. يعني لماذا ما حبسناش؟ لان نعرفوا الوضع ونعرفوا مخاطر تاع الوضع هذا، اذا وصلوا هي البلاد تروح. ما يعني جون بار با بو بالي، هذا واقع. شوف برك شوف ما بين يا 5 ولا يا 6 الجزائر تاع يا 6 والجزائر اليوم راهي تحبط. سي با موا كي لو دي سي لا رياليتي اون لو في اون لو كونستات. حتى المعيشه تاعنا ماهيش كيما القدره الشرائيه تاعنا تراجعت، المستوى المعيشه يتراجع، العمل ما كانش، المستقبل ما كانش. راح واش داروا؟ راح قال لك نديروا 7 كوموندوس في تاع لي زونفوي سبيسيو في لا دبلوماسي باش يسقموا على المستوى الدولي. ولكن دبلوماسيه مهما كانت قويه ما ايه والله غير تجيبي ماشي 7، تجيبي 7000 انفوي سبيسيو ممثل خاص في الدبلوماسيه ما تقدري ديري والو اذا الجبهه الداخليه إيه اذا الجبهه الداخليه اذا الجبهه الداخليه راهي ضعيفه واذا بلادك راهي ضعيفه. انت الماكله تروح تجيبها من الخارج، القمح باش تاكل الخبز تجيبه من الخارج، الدواء تجيبه من الخارج، الكل تجيبه من الخارج، راك ما عندك حتى تاثير على المستوى العالمي، وتروح دير الدبلوماسيه وفي نفس الوقت عندك مشكل استقرار ومشكل تاع الشعب ومشكل تاع سياسي كبير ما تقدرش دير حتى شيء. وبالتالي فقلت لهم الدبلوماسيه تكون قويه اذا الجبهه الداخليه تكون قويه، إذا يكون تلاحم ما بين السلطة والشعب. اليوم هناك فجوة كبيرة ما بين الشعب والسلطة، ما تقدرش دير والله دير لي كوموندوس تاع لي ديبلومات اي بوف ريان فير. وانا نقولها له نعاودها، ما تقدر دير والو لا من الجانب السياسي لا من الجانب الاقتصادي. جابوا حرشاوي باش يدير لهم واش يدير يعني الحكومات. انا بي دو مينيست دي زافير اترونجير واحد الوقت شوف لا مامرا مسحل جامي شات دو مينيست دي زافير اترونجير ما درنا والو عندنا في كل لي كابيتال دو موند اون ان امباسادور. اعطيني كاشينها ان امباسادور دار حاجه في 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 اي عاصمه في العالم ولا واش جاب الجزائر ما يجيبوا. لماذا ماهوش ما يعرفوش؟ لان ما عندك حتى شيء هنا ما كانش. يفو ديتيرميني لو رول دو لامباسادور. بور ديتيرميني لو رول دو لامباسادور يفو افوار ان بروجي. كي يكون عندك ان بروجي هاي اللي ندعبوها وليك الدور تاعها، محمد هاوليك الدور تاعو، لو ديبلومات هاوليك الدور تاعو، مي اليوم ما كانش. دونك واش يديروا هاد لي كوموندوس هادو؟ ما كانش. سي مالوغو دو دير يا با يا ريان، اون فا انكور ديبونسي دو لارجون بور ريان. هاوليك انا واش نقول له؟ الحل ابني جبهه داخليه قويه، ماشي بالفستي، ماشي بالكذب، ماشي بال 20 بالجي تي تاع 20، الجي تي تاع 20 ما يبنيش. ما بناش وما يبنيش. دونك بابني جبهه داخليه بالحوار، اون دوا ديالوغي، اون دوا بارلي. هاد البلاد تاعنا وكل كيفاش تقسي انت المالين تاع الجزائر وحبيت تبنيها؟ غير ممكن. محمد ايوان وغان، يعني كما قلت كنت طرحت سؤال لاسماعيل الماس وكان جاوب عليه. كاين الناس اللي يشوفوا ثاني انه حمله الاعتقالات اللي صرات والقوانين الجديده اللي اعتقلت بها سلطات العديد من النشطاء بالاضافه الى تصنيف الماك ورشاد منظمات ارهابيه ادى يعني الى توقف النشاط ولا سا غالونتي لاكسيون بوليتيك شويه عند النشطاء. وي الوضع دوكا مرعب باسكو نيمبورت كيل جيست ديريه تلقاي روحك مصنف اما ماك اما رشاد، دونك اوتوماتيكمون تلقاي روحك داخل في لا ليست على قائمه تاع الشخصيات الارهابيه ولا منظمه ارهابيه الى اخره. بيان سور الوضع مرعب، سي تو تافي نورمال كو الناس تاخذ ان ركيل وتفكر وتعاود حساباتها. مي هذا الوضع انا ديما شبهته بالالجيري بلاغار داجيري لا بيريود 59-62 حتى لا رفع، يعني لا بيريود تاع مخطط شال سي لا بوليتيك دو تير برولي، وين
غلقوا لي فرونسي بون غلقوا اللعب دون مانيير توتال اوكي سي فري على لا فالان مي نون با بي اليميني لا فالان لا فالان موجود يعني ال سي في لو كان غير باسكو انت كديري مخطط حصار كيما هذاك لازم يكون عنده محدود زمني يعني مابقاش مفتوح افي عنده زمن معين فتره زمنيه معينه ومن بعد تيروتير لي فورس تاعك هما يسفي دروتيري شويه برك ديسيري شويه لي طول فلان يولي ما يولي البلاصو كيما كان صافي دير كو مام يقعدوا 50 سنه هكذاك لا فلان اللي توجور لا سي كوم سا لي فرونسي لحقوا النتيجه انهم لا غارن ماناريا كانت الثوره التحريريه كانت غير تاكلهم في دراهم تاكلهم في لو بيرسون الاخر لي زابلي تاعهم عياو كرهم من العسكر دراهم الخزينه ما تشدش الى اخره ايزيتي اوبليجي داريتي لا غير هذا هي الناس اليوم شفنا الخضر ابراهيمي وعاود فتح النقاش على الموضوع هذا يقول لك فرنسا راحت بمحض ارادتها ما راحتش بمحض ارادتها سان في با دير بلي اون افي با اون جامي بريتوندو لا فلان جامي بريتوندو كومباتر لارمي فرونسيز contraire c'est l'armée française qui a combattu la fin fin il a combattu le système colonial l'armée française pouvait se tenir à l'écart à la limite à ذاك الوقت هما اللي خاضوا حرب لقاو روحهم خاسرين فيها اليوم النظام كيف خاض او يخوض في حرب ضد شعب ماشي ضد لان الحراك شعب بدتري يدي سمعان للمصلحة ان شاء الله ما يدوش انا بدتري يدي كريم طابو الدولة هذا البيان تاع المغرب هذا 5 سنين يديو اسمه الاسماء فتحي غرس للحبس مي سي با سي با سا الحراك سي لو بوبل الحراك سي لو بوبل شفنا دي مليون دوك غير الا كان نتوما عاميين سي دي مليون دالجيريين كانوا يمشيو برا باسكو كاين قمع الناس جبدت روحها الناس من نو في با فرونتي الاخر لي فورس دو لوردر كان شفناها بلي كان مود اوردر سلميه والشعب الجزائري كان مقتنع بلي با كيسيون يدخلوا اون كونفرونطاسيون مع قوات الامن دونك داك يا في لا ريبريسيون كانت صحيحه الشعب وقف المسيرات مي غدوه لو كان السلطه غير تنقص شويه القمع الشوارع تتعمر بالغشي لان الوضع مقلق جدا الوضع الاقتصادي الوضع الاجتماعي الوضع صحيح كل وضع مقلق جدا ومستحيل السلطه ما عندهاش حلول ما راح تلقى حلول ما راهمش في الطريق باش ميم التخمام تاعهم كنا نحكيوا على مخطط الحكومه مخطط الحكومه ماهوش مخطط تاع واحد راهو في وضع في ازمه حب يحل الازمه تاعو راهم في اللوكس رايحين نديرو اعطيني ديسيجن اعطيني البروغرام الاخر لو بلان براتيك تاعك دو تو لي جور شهر هذا واش رايح دير العام الجاي واش رايح دير واش رايح تدخل واش رايح تخرج ما تقوليش انا رايحين نفتحوا ساحه اعلاميه ان جور رايحين نقضيو على ازمه المياه كيفاش راح تقضي على ازمه المياه على بالنا بلي حبيت تقضي على ازمه المياه شكون اللي ما حبش يقضي على ازمه المياه اعطيني كيفاش راح تقضي عليها ان جور يقضيو على ازمه المياه سمعين للمص بعد يعني في شهر تكلمنا على شهر أوت اللي كانوا فيه حرائق كانت مأساة في منطقة القبائل وفي عدة ولايات أخرى من شمال البلاد وكان القتل الشنيع والوحشي لجمال بن اسماعيل الله يرحمه بعد ذلك كانت يعني حملة خطاب كراهية وعنصرية في مواقع التواصل الاجتماعي هل سيكون لذلك يعني تأثير في الواقع على الحراك وعلى وحدة الشعب الجزائري؟ بون على كل حال سي محمد خوفني بالسجن دونك نورمالمون ما نهضرش انا دونك واش الخطاب تاعي تو با بيان خلاص ولكن لا معليش حنا مسبلين نفسنا والله ما على بالنا واش لا ما قلنا والو يعني خارج اطار القانون لا رانا نحللوا الخطاب الكراهيه هذا كان قبل الحرائق تاع تيزي وزو وجايه وبعض المناطق كان خطاب نذكروا مسؤولين في احزاب دي ديبوتي بعض الشخصيات زعما في شخصيات بعض اسماء معروفه كانوا يلعبوا في لي ريزو اكسيتيرا كانوا يرميوا هذا الخطاب هذا تاع الكراهيه وخرج قانون لمعاقبه هاد الناس ما عاقبوا حتى واحد يعاقبونا غير حنا ما عاقبوش حنا اللي خطاب سلميه والحضاريه يعاقبونا وتا الكراهيه ما يعاقبوهم دونك يا با دو دونك سيتي افون ولكن سي فري تفاقمت هذا الامر هذا الخطاب زاد تفاقم بعد هذا مقتل المجزرة هذيك والمقتل شهيد بن اسماعيل جمال الله يرحمه والله يرحم كل اللي ماتوا في هذه الحرائق هذه الى اخره ونعزي كل العائلات زاد تفاقمت هذا الامر هذا ولكن
في المقابل واش راه يا يو ان ايلون دو سوليداريتي انكرويابل. كانت حمله تضامنيه كبيره شيء كبير 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 جدا. جاءوا من كل مناطق. انا كنت رحت عزيت العائله في مليانه 15 اوت ورحت في رحنا في تيزي وزو يا اون سيمان دو سلا دزنا هذه المناطق في تيزي وزو في عين الحمام الى اخره. شفنا 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 الحضاريه تاع الشعب هذا. هذا هو اللي غيرك صدير عندك شعب تقدر ديري به المعجزات عكس ما واش يقولوا. قال لك واحد الوقت سي تان بوبل فوايو تيغوريست اكسيتيرا سي فو. الحي راك برهن باللي هذا الشعب سي تان بوبل سيفيليزي سي تان بوبل باسيفيك. واش درنا حنا في الحراك في كالكو موا الدبلوماسيه تاع الجزائر في 60 سنه ما دارتوش وما يديروش لا باللي كوموندوس تاعهم لا بوالو ما يديروش. واش درنا الصوره الجميله اللي خرجت من الحراك للشعب الجزائري ما يديروش امبوسيبل يديروه. دونك سا سي تان اتو. هذا مكسب كبير. ربحنا شعب ربحنا شعب اللي نقدروا نديروا المعجزات به اذا تجي الشرعيه اذا تكون ثقه اذا تكون الامور. وبالتالي فهاد النداءات العنصريه هاد النداءات الكراهيه ما كان في الجزائر خلاص بلي بوسيبل. دركا هاد الحمله التضامنيه بينت بان لا مكان لهاد الناس لا مكان لهاد الناس اللي تخلق الفتن في الجزائر سي بلي بوسيبل. تقول لنا بعد يقول لك حذاري من هذه المنظمه انفصاليه وهذا الامر. هذا كنا نعرفوا لي سيستم اوتوريتير يزون بيزوان دان انمي قال هذا. ولكن يا هل ترى انت راكي سلطه في بالك لازم تقولي لي بان هذاك اتونسيون هذاك سي تان انمي. بون افي با بيزوان دو مدير بلي سي تان انمي. دركا اذا هناك منظمه حبت تدير لي نص تاع الجزائر وانا نقبل بها ما نخبرش بها. تجي تقول لي ولا ما تقوليش ما نخبرش بها. انا لوجور اللي تدخل نخرج نشد سلاح. دونك ما كانش من هاد الامور هذه. فاغيتون انا نقول للسلطه هذه حبسوا ما ديروا لا بوبليسيتي لهذ المنظمات هذه وتكبروا بها وتضخموا بها. عندنا مشاكل اخرى. الشعب يعرف كيفاش كومون ريزيستي فاس ا سو جور دو سيتياسيون فاس ا سو جور دو بيرسون. حنا نعرفوا على ندافعوا على البلاد. حنا ما نخليوش ما نسمحوا الشبر من التراب نتاعنا. لا اميليو اي دي مارتي راحوا هكذاك ولا ما راحوش هكذاك. حنا اوني لا اوني لي زيريتي دو سي جون لا دو المجاهدين والشهداء. ما نقبلوا حتى واحد يجي يدير لنا الشبر من الجزائر لا في القبائل لا في الجنوب لا في الصحراء لا في مديه لا في شرشال لا في الاغواط. دونك اغيتي دو نو بارلي دو سلا. حنا اون كوني تو سلا نعرف. انا اعطيني الحلول. انا اروح تبني معايا الجزائر. انا جو فو اتر ان سيتويان جو فو ميلفي او رون دو سيتويان. اليوم جو سوي كالكونك. انا غطني عمري جو سوي كالكونك. Je suis même pas un citoyen algérien. يعني تصور واش رانا نديرو هكذا. مانيش سيتويان ما رانيش مواطن. لماذا؟ لان ما عنديش الحق باش نخير الممثل تاعي. ما عنديش الحق باش نخير الرئيس تاعي. ما عنديش الحق باش نخير ديبوتي تاعي. ما عنديش الحق باش نشارك في بناء بلادي. سي تو سكون افون في حنا. ما نسحقش نكون بريزيدون بالسيف. Je veux pas. Mais je veux contribuer dans la construction de mon pays. Donc, je veux être citoyen. Je veux m'élever au rang de citoyen. C'est tout ce qu'on demande. Le Hirak de Makhal. Makhal, je suis venu le pétrole. On ne veut pas de ça. On a bien un ou barque. On cherche le bina. C'est tout ce qu'on demande. Donc, ils ont mis la cible. Ce n'est pas le Hirak l'ennemi. On n'est pas des ennemis. Le monde entier qui est Makhal Mohamed, on est agréé. On a eu l'agrément à l'international. Regardez les diplomates algériens, les gens de l'Algérie, tous les gens qui sont dans le Hirak, tous les gens qui sont dans le Hirak, j'ai rencontré les ambassadeurs. Tout le monde était merveillé devant le peuple. C'est fini. Ou Sylvie, pacifique. Parce qu'on était des millions de Khordjou. Amarna, Mahgarna, Polisi, ou Lahgarna, ou Laksarna, ou on aurait pu nous kharbogal. Non, on n'est pas là pour casser. Donc, Hana, le Hirak, le Shab, yani, Shab, Hada, le Nidam, c'est une aubaine. C'est une aubaine. Le Hal, le Wahid, le Bina, le Jazer, l'Inqad, le Jazer, parce que le Jazer a fait khatar. L'Inqad, le Jazer, Houa, Bil Hirak. Donc, qu'on mette en place un dispositif pour ouvrir des pourparlers ou là, on aura eu la warak al-tariq qui permet à tout le chab de chercher dans le pays. C'est tout ce qu'on demande. Merci Ismaïl Al-Nas. Le dernier à vous, Mohamed Iwan Ougan. Je vais aller à la maison. Je vais aller à la maison. Je vais aller à la maison.
Là, le même sujet, le mot de la fin. Voilà. Bon, je pense. Ce qui manque aujourd'hui, le Sultan Al-Mastanouch, il y a feuille de route, il y a une feuille de route jusqu'au bout. تاوين توصلها لا في دروت تاعها هذه اس مومون لا يعاودوا يشوفوا حساباتهم سي كلير اون اتون لينيسياتيف تاع الحراك تبان باسكو جوسكا ميتنو المشكل الان انه كاين ان بلوكاج او نيفو دو حراك جاب لي ربي ما نتكلمش على ظهور الشخصيات لانهم كاين كيما سيل الماس او يهضر في لي بلاطو يهضر في لي بريزون بارتو لا بليبار راهم يشوفوا لا ليغ دي دروا دو لوم دائما كاين بياناتها تمدد بالاعتقالات هما اللي مازال هما على الاقل يتبعوا شويه ملف الاعتقالات سينو براتيكمون المعتقلين ولاو خلاص الناس نساوهم مي سي البون بوليتيك سي بروند لينيسياتيف بوليتيك كاين دو بول لي برزو في هذا العامين تاع الحراك الشعبي ما عدا بيان سور هذيك هذوك لي بول لي ان سيرتان مومون مشاو في ورقه طريق السلطه لي ايزون بيردو هذوك ما نتكلموش عليهم جو سي با وين لحق وين لحقت الاخر تاعهم المخططه تاعهم مي جو بونس شعبين على الاقل يسون غري لي دو بول اللي مازالهم ان لي بانوا في الحراك كاين لو باد اللي متكون من مجموعه من الاحزاب احزاب المحسوبات التيار الديمقراطي زائد منظمات تاع مجتمع مدني بلس دي كوليكتيف دو ميليتون وكاين نداء 22 نداء 22 انا جو بوز توجور لا كاسيون وعلاش هاد لي دوز انيسياتيف ما تلاقاوش ما نتكلمش على لي رونكونتر انا حطيتنا انا جو فيني في هذا جو سي با نقول دونك يعني لي بول مش على لي فرق قلت لي زانديفيدو انا ذكرت كل زاني بور لي زانديفيدو باينين كريم بابو نشوفوه يدير لي رياكسيون مسيو الماس نشوفوه في لي بلاطو لا ليغ دي دروا دلوم نشوفوها قد لك تبع سي البلان انديفيدوال وي مي سي البلان دي انيسياتيف لي بول بوليتيك هكذا اللي بانوا في الاخر كاين هذه تاع لو باد وكاين نداء 22 هذو هما علاش هذو بون بعد اسكو هذو يقدروا ايل فون فيديري وكامل لي انديفيدو لي برزو في يدخلوا ولا تكون حاجه واحده اخرى تكون انيسياتيف واحده اخرى ولا اون كورديناسيون واحده اخرى ولا هذه شي اوتر شوز من المهم لحد الساعه هذا هما لي دو لي بان نعطيك الجواب نو باش نكمل له برك لا ما يتلاقى ولا ما يتلاقاش سي با سا البروبليم و جو في فو دير بوركو دونك نقول لك علاه باسكو هما تلاقاو ما تحكيش على لي رونكونتر تلاقاو فاش تلاقاو لي باد ني دا 22 ني دا 23 ني دا 26 وكل هادو تلاقاو فاش تلاقاو في لو فات كو لوبجيكتيف اي ان اي ان سول اي يونيك سي لو شانجمون دو ريجيم اوني توس داكور بور لا نيسيسيتي دو شانجي لو ريجيم كي تقول لي كي جماعه يقول لك ما كانش تقديم عرض تاع الحراك ما قدم حتى شيء لا العرض تاعنا لوفر بوليتيك اي تي انفوي دوبي لو ديبي لوفر بوليتيك تاع الحراك سي كوا سي لو شانجمون دو ريجيم Donc, oui. Donc finalement, c'est ça qui a réuni, l'épaule, il nous a réunis tous, on est tous d'accord de la nécessité de changement de régime. Maintenant, les mécanismes, on doit se mettre d'accord. Voilà. Mais pour cela, il faut donner dans ma déroule, ok, خلاص, خربنا البلاد, on doit changer, on doit partir. Donc à quoi ça sert d'avancer ? d'avancer surtout qu'on n'a pas l'esprit revanchard. حنا ما ديناش باش نحاسبوا بالواحد ونروحوا نو باسكو on n'a pas le temps. Il y a tellement de problèmes de développement dans ce pays qu'on n'a même pas le temps d'avoir de gérer avec un esprit revanchard. هذه الحاله سي لالماس انا جو سوي لا لوجيك تاعك سوي داكور معاك في هذه الحاله كاين دو probabilité ou la deux possibilités. الحل الاول انه الحراك il doit protéger les partis démocratiques اللي راهم parti prenante في الحراك الشعبي اللي رافقوا الحراك الشعبي الى يوم اليوم دونك il faut pas les pousser et de là il faut les aider اذا كان قرروا يروحوا للانتخابات je sais pas ce que راح يقرروا لما il faut les aider هذا رايي الحل الثاني انه تكون ميكانيزم هنا au niveau local peut-être هنا plutôt au niveau de l'intérieur كما قلت انت النظام غلق اللعب peut-être c'est impossible il faut qu'il y ait je ne sais pas là les paras d'ailleurs لازم اعلان ان ميكانيزم ولا في الخارج ولا جون سي با كوا لازم حاجه لا فلان نهار وصل الاخر لامبوس لقاو كيفاش قلبوا طبله زانونسي الغوفرمون بروفيزوار
ماشي نقول بلي راك لازم يعني الحكومه مؤقته سي با سا سي با لاك مي il faut il faut une initiative لازم ميكانيزم لازم كورديناسيون لازم كورديناسيون انا اون بي دو ريغلي لو بروبليم دو لالجيري دو فاصون باسيفيك سادير ما نروحوش اون دو با انترناسيوناليزي ونروحو هاد الامور هادي بالك سي اون سي لين دي ولكن اون فو با لي فيرسا حنا ماذا بينا نحركوها بيناتنا يفودري كوناي فيرن اكور فيرن اكور هكداك مع النظام هذا qui est une partie d'une dame soucieuse de la, de, du vécu du danger que nous subissons. Donc, on veut y aller vers un accord qui va nous éviter d'internationaliser et de rendre encore plus, plus dramatique l'image de l'Algérie. Il faut accompagner l'image... les partis politiques, les rendre partie prenante. Non, c'est-à-dire maintenant voilà. Il y a un plus grand parti qui a absorbé tout le monde. C'est le Hirak, il a absorbé tout le monde. Il a absorbé tout le monde. Il a absorbé tout le monde. Je le dis à tout le monde. Voilà. Biyatna quand même. La prochaine fois, Inch'Allah, promis, j'ai voulu comme ma bère. بصحة مكانش مجيبة يعطيك صحة اسماعيل الماسك اسمعنا خبير اقتصادي شكرا محمد ايوانوغان الصحفي وما التحقش بيضا مزيان مريان المنسق الوطني لسنابست شكرا لمتابعي راديو ام اللي قعدوا معنا طيلة الساعة الكاملة إلى اللقاء